بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الشيخ البهائي: هذا الأمر من المجربات لقضاء الحوائج. تقرأ هذه السورة وتهديها لأصحاب الكساء لمدة 5 أيام، يعني تقرأ سورة ياسين وتهديها إلى رسول الله، في اليوم الثاني تقرأ سورة ياسين وتهديها إلى أمير المؤمنين، وبعدها لفاطمة الزهراء، وبعدها إلى الحسن، وبعدها إلى الحسين. واضح؟ وتطلب ما تشاء، فإن الله ببركة أصحاب الكساء سيقضي حاجتك. وهذه من مجربات العلماء أيها الأخوة، العلماء ما يتكلمون عن فراغ. واضح؟ هذه من مجربات العلماء لقضاء الحوائج، فأسأل من الله ومن أصحاب الكساء أن يقضي حوائج.